على برج الأسد. نعم. احنا نتكلم بقى عن أبرز صفات برج الأسد ومميزاته عيوبه. برج الأسد بصورة عامة ينقسم لثلاث فترات. الفترة الأولى من 23/7 لغاية 2/8 دي العشرية بيكون محكوم فيها بشكل مزدوج من الشمس. هنا حنشوف مولود برج الأسد في العشرية دي، العشرية الأولى، شخص محب للظهور بشكل كبير، كريم مع الناس، مسرف إلى حد كبير في الناحية المادية، وبيحب يركز على نفسه، على شياكته، على الأناقة بتاعته، على تسريحة شعره، أكثر من بقية مواليد العشرية الثانية والثالثة. العشرية الثانية اللي هي من 2/8 لغاية 12/8 أو 11/8 دي هتكون العشرية محكومة من قبل الشمس بالإضافة للمشتري. هنا المشتري هيدي للعشرية دي انه يكونوا مواليد بيحبوا السفر، بيحبوا الاطلاع على ثقافات جديدة، كريمين مع الناس، وكمان بيحبوا الحكمة والحاجات اللاهوتية والدينية والفلسفية والروحانيات. العشرية الثالثة اللي هي من 12/8 لغاية 22/8 العشرية دي بتكون محكومة من المريخ بالإضافة إلى الشمس، وهنا المريخ بيدي اندفاع مبالغ فيه لمواليد العشرية دول، عصبيين بشكل كبير، بيندفعوا جدا وبيتندموا كتير على اتخاذ قرارات في ساعة الغضب. طيب قبل ما نكمل صفات برج الأسد ناخد تليفون خالد. أيوة مساء الخير.